يصلي مرتين، حيث يعتبر الترنيم صلة روحانية مع الخالق، وبها يعبر المؤمنين بطريقة لا تشبه غيره. وفي عيد الميلاد تكثر الترانيم والأغاني الميلادية. لحتى نحكي أكثر عن الترانيم الميلادية وعن الفعاليات يلي رافقت عيد الميلاد، بدي رحب بالمرنمة ماري كلير أوسكا. أهلا وسهلا فيكي، ميلاد مجيد وصباح ميلاد الخير. والبيانيست بيير اللافي، صباح الخير ميلاد مجيد، ينعاد عليك يا رب. ماري كلير صباحكم، صباح وسهلا فيكي، عليكم ميلاد مجيد. ماريا، دائما مثل ما قالت ليا بالمقدمه، بزمن الميلاد تكثر الترانيم والاغاني الميلاديه. شو اللي بيميز الاغاني الميلاديه عن غيرها؟ اكيد هلا بهي الفتره، خصوصا من بدايه الشهر كانون، نحن بنكون عم نتحضر لعيد الميلاد. عيد الميلاد دائما هو شيء مميز، فيه كثير شيء مميز اللي هو الفرح. نحن بهذا العيد بنعيد تقريبا كل الطوائف، كل الاديان، كلنا بنعيد لهذا الاحتفال، لانه بيكون خصوصي ومختص بالفرحه والبهجه، لانه نحن كمؤمنين نحن ناطرين الخلاص، ناطرين على رجاء انه يجي المخلص الفادي اللي رح يحل السلام، سيدنا المسيح. ماري كلير، يعني دائما بالمناسبات منرتل اما سولو فردي او مع جوقه كامله. اليوم قديش تكنيك الصوت بيوصل رساله السلام والمحبه للناس؟ قديش قادره الصلاه ان هي توصل مع ترتيل المرنمين مثل حضرتك؟ اول شيء الترنيم ما نو شيء سهل ابدا. نحن كلنا بنفكر انه اي واحد بيملك صوت حلو هو بيقدر انه بسهوله انه يرنم، بس هو هذا الشيء طبعا غلط، لانه نحن كبدايه نحن لازم نعيش الكلمه، نحن بنعيش الكلمه، بنعرف الكلمه معانيها، ابعادها الروحانيه واللاهوتيه، بعدها لنقدر نعيش الكلمه نحن كمرتل انا فيني صار وصل رسالتي، لانه نحن كمرنمين نحن لنا رساله نوصلها، لانه نحن فينا نقول الكلام درج ونقراه قراءه عاديه، اما نحن بس نقوله مرتل حتى الاذن تسمع، القلب بيسمع، بننبسط اكثر من انه انا اسمع الكلمات كانه درج. لازم يكون للمرتل او المرنم معايير خاصه؟
أكيد أكيد أكيد. شو هي هاي المعايير؟ لازم يكون عنده على القليلة معرفة موسيقية، عنده أذن موسيقية يقدر يسمع يحفظ، أكيد هذا الشيء لازم يكون متواجد، والصوت إجباري إذا بده يكون مرتل أو مرتل أو مرنم يعني بده يستخدم إجباري صوته، فأكيد لازم يكون على القليلة عنده خامة حلوة يقدر يقول صوت حنون. خلينا ماري كلير نسمع شيء كمان من وحي عيد الميلاد. يلا يلا. أيها المسيح ابن الله، يا من تجسدت لأجلنا، المجد لك. إني أبشركم لك الصوت. الله يخليكم، غصصتي لنا قلبنا، تاخذنا لحاله روحانيه. الله يخليكم ماري كلير. يعني دائما المرنم بيلجأوا له عدد من يمكن مدارس الأحد، من مدارس الجمعة، بدهم يصيروا مرتلين ومرنمين مثله، بيكون مثل أعلى دائما بالكنيسة نحن وصغار إنه منروح فيني أنا رتل، فيني أتعلم. أنت عندك إقبال حتى أنت تشوفي الأولاد تعلميهم اللي بحب يرتل أو يرنم؟ أكيد أنا مربية من المربيات المتواجدين بالكنيسة، مستلمة الصفوف كل سنة. نحن بنختلف، أحياناً نستلم الإعدادي، أحياناً نستلم الأعمار الصغيرة، فأنا كل سنة كان عندي عمر معين، فأكيد أكيد كانوا هن بيتعلقوا فيني، بيحبوا يرتلوا، بيحبوا يسمعوا تراتيل جديدة، خصوصي إنه نحن السريان منحب نتعلم السرياني، والولد انه شيء جديد على اذنه، لازم اتعلم انا، لازم اسمع. واللغه السريانيه كمان انه قد ايه مهم الحفاظ على اللغه السريانيه ونشرها بين الجيل الجديد، لانه هي جذور سوريا. نحن اللغه السوريه، نعم. فينا نقول اللغه السوريه هي اللغه السريانيه، نعم. فكثير الاطفال بيحبوا يتعلموا، حتى روضه، انا كمان مشاركه مع روضه الاطفال السريان الكاثوليك بالمطرانيه، نادي الاطفال. هن الاطفال رياض، يعني روضه 4-5 سنين. كمان شاركنا ب20 الشهر صباحا، يوم الجمعه صباحا، عملنا احتفال بمناسبة عيد الميلاد، كنت عم علمهم كمان أغاني ميلادية ليعيشوا جو الفرح، لأنه بتنقلي لهم هذا الجو عن طريق الترانيم. كمان أنت بتغني السرياني وبيزنطي، بتغني الاثنين، شو الفرق بيناتهم وشو المميز بكل ترانيم؟ هلا اكيد هيدا النوعين من الفن. انا بنت سريانيه، تربيت على الاصول السريانيه وتعلمت السرياني، بس بعدين حبيت اني اتعمق بالفن البيزنطي. الفن البيزنطي والفن السرياني هن اكيد بيختلفوا اختلافات موسيقيه. البيزنطي اصعب، بس البيزنطي طبعا اصعب بكثير. اكيد اكيد اصعب، في تكنيك بصوتك لازم تكوني اكيد اصعب. نعم نعم،
هن ما بيختلفوا من الناحية الروحية. هن نفس الهدف لأنه الترنيم ترنيم والمغزى هو تمجيد الخالق. أما الفروقات اللي هي فينا نقول خلينا نقول موسيقية أكثر وتقنية أكثر، إنه السرياني هو لحنه سهل بسيط شعبي ذات طابع شعبي قريب من سهل الحفظ، سهل الحفظ متوارث عن طريق السمع. يعني أنا سمعت جدي مثلا عم يغني الغنية أو عم يرتل ترتيلة بهيدا اللحن، أخذه الابن، أخذه الحفيد، فهو متوارث عن طريق السمع شفهيا توارث. أما البيزنطي كان في طريقة لتنويت وكتابة الموسيقى البيزنطية كانت مختلفة طبعا عن السرياني، بعيدا عن استخدام الآلات الموسيقية طبعا. طبعا طبعا السرياني فينا نقول بيختلفوا كمان ذات، لأنه كل واحد منهم منطقة جغرافية معينة. السرياني هن جذور سوريا الآرامية، أما البيزنطي فهو الجذور اليونانية طبعا. البيزنطي تميز بشغلتين وتفوق عن باقي الموسيقى، إنه في نمط كتابة خاص بالموسيقى البيزنطية، غير إنه نحن بنعرف السولفيج الغربي اللي هو خمس سطور مفتاح صول مفتاح فا، أما البيزنطي أبدا شيء مختلف كليا. حتى النوتات الموسيقية لها أسماء مختلفة، أسماء يونانية. البيزنطي ما بيترافق مع آلات، ما بيترافق مع آلات، هو تكنيك صوت بيعتمد لحاله. على الصوت ماري فينا نسمع شيء بيزنطي؟ أكيد كير جاهزين؟ شيء كتير مميز يعني ماري كلير فعلا، وانه الواحد يقدر ينوع عليها انه يرنم باكثر من نوع، فهذا شيء اكيد في تميز. حكيتي لنا انك شاركتي مع الاطفال بفعاليه، في فعاليات ثانيه قمتي بالمشاركه فيها بفتره الميلاد؟ نعم، كان متواجد في شهر بهيدا الشهر 20 الشهر، كان يوم الجمعه كمان مساء، شاركت انا والاب ماركوس ديب وطبعا مع العازف بيير لافي، عملنا ريسيتال ميلادي كان بيتنوع بترانيمه الشعبية السريانية البيزنطية، فهو اختلف بترانيمه وكان متنوع شمل كل الطوائف. تمام ماري كلير، يعني ان شاء الله بينعاد عليك وعائلتك بالخير وبالمحبه، وصوتك يبقى متألق وعم توصلي هي الصلاه من خلال ترانيم بمختلف يمكن المجالات. شكرا كثير لك بيير، شكرا كثير لك. رح نختم مع ترتيله ختاميه من حضرتك، تفضلي. يا يسوع طعم الجوعان،
الله يحمي لك هالصوت ماري كلير، وشكرا كثير لك ولوجودك معنا لليوم. شكرا لكم، ينعاد عليكم يا رب. ميلاد مجيد.